بعيون الأسى والحسرة ينظر الموال الحسن إلى ما تبقى من مواشيه التي تعرضت للسرقة من قبل عصابة سرقة المواشي بدوار ولد سلامة بالمسيلة. يخلف علينا ربي احنا هنا يخلف علينا ربي يشوفوا الناس اللي داهم هذا برك وراح يروح هنا يخلف علينا ربي احنا نقدر راح نخدموا في شانطي ولا كسمو نخدموا وناكلوا كسرة حلال ناكلوا خبزة حلال وربي كاين الحمد لله. شوف هما اللي داهم وراح يروحوا برك. أيام قبل عيد الأضحى يفقد فيها الأحسن وإخوته 75 رأسا من الماشية التي تعب وكبد في توفير أعلافها وتربيتها لأكثر من سنة. جاءوا فتحوا الباب وداوا هذه 70 ولا 75 خرجوا بهم منا دخلوا بهم في الواد وقطعوا الطريق اللي من هنا طريق البرج. لحد الآن مازال ما بان والو. لقينا زوج خرفان زوج لي زوج علالش لي لقيناهم الباقية ما كان والو. زوج هذو لقيناهم هنا تحت الحيط شغل التعب تاعهم كومبلي والخاوة مع بعضنا هكذا قالوا في رانا في 5 ولا في 6 مع أولاد الخاوة مع الخدام مع الماكلة مع التمرميد مع الماكلة هاك شفتها السنة واش دايرة وهذيك دروك هي الماكلة تاعهم والله ما كان باه تسلكها. عندنا هنا 70 ولا 75 علوش من العام اللي فات من العيد تاع صغير تاع العام اللي فات وحنا نستناو فيها حنا نعسو فيها بالنهار في 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 لحظة تاع في في مدة 7 دقائق فتحنا الكراج على 4 تاع الصباح لقيناها ما كانش وبايعينها كل الناس والناس هم على بالهم بينا وهم يعرفونا اللي شافنا دروكا ونقولوا روح اشتري من جهه اخرى ولا دبر راسه. غير ان بصيص الامل يبقى قائما ما دامت كاميرا المراقبه قد رصدت تحركات افراد هذه العصابه الملثمه حسب تصريحاته. اللي جا وجاو زوج من الناس عندنا الكاميرا وحكمتهم الكاميرا احنا كي تزومي بها الجماعه دايرين الثام هذاك ومقنعين رواحهم مدرقين رواحهم قالك عندنا تقنيات وعلى حساب المشيه وعلى حساب لاطاي تاعو وعلى حساب لبسته وعلى حساب امراته ان شاء الله فيها خير. خلو من هذو اللي كانوا في زريبه وحدهم خلو من هنثوات كنا دايرينهم من هاي واحد اللي كان تخشينا لهم اللي كنا من العام اللي فات هي راس المال هي الربح هي كلش اللي ناكلوا منها وعايشين منها مداو. يبقى الحسن يعيش تحت الصدمه رفقه اخوته وحيره في مقابله من كانوا اشتروا المواشي واستودعوها عنده. وهذا ايضا بالتليفون كل انا ما